بدأ رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بتبشير الشعب بالأمل الواعد لاستعادة الثقة التي فقدها ليس في الأحزاب فحسب بل في الدولة ومؤسساتها، وذلك بعد أن تخطت البلاد فترة صعبة أنهكتها اقتصاديا وسياسيا أيضا. بشارة الكاظمي هذه لم تخلو من تحذير صريح لكافة الأطراف السياسية من إضاعة الفرصة الأخيرة المتاحة أمام العراق للنهوض من كبوته وتدارك التأخر الذي لازم كل مفاصله الحياتية طوال السنوات الماضية. حكومة الكاظمي أعادت للدولة العراقية خلال 6 أشهر مضت ثقتها بإمكاناتها العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، فالقوات الأمنية أصبحت صلبة أكثر واستعادت علاقاتها الطيبة مع الناس، وعلى مستوى الدبلوماسية صار العراق يتمتع بعلاقات وطيدة مع العالم. رئيس الوزراء لا يترك مناسبة أو فرصة إلا ويؤكد على نوايا حكومته تنظيم انتخابات نيابية مبكرة في شهر حزيران المقبل كما وعدت الشعب، لذلك ساهمت بقانون الانتخابات وآخر لتمويلها وتشكيل مفوضية ناجزة، ولم يتبقى سوى تشكيل المحكمة الاتحادية تمهيدا لإجراء الانتخابات. رئيس الوزراء الذي لم ينقطع عن انتقاد الوضع الحالي للاقتصاد في البلاد لأنه مرهون بأسعار النفط، استطاعت حكومته مع ذلك توفير الرواتب للموظفين وأجرت عدة إصلاحات اقتصادية ومالية تلمس الشارع أثرها بوضوح، ومن ضمن ما وعد به الرجل هو عدم السماح بانهيار العراق أو إفلاسه. الكاظمي الذي يشتكي من المزايدات على حساب المصلحة العراقية يرى في الموازنة الاتحادية للعام 2021 والورقة البيضاء لحكومته ليست مجرد إصلاحات شكلية بل هي جهود تؤيدها المؤسسات الحكومية، ما يمهد للبشرى التي أطلقها بأن العام 2021 هو عام الإنجازات العراقية الكبير.